الدراجات الهوائية، هذان ممر الدراجات الهوائية. أيوة. تبطل لهون يا أطفال. من هيكتك لازم حتى تكون تكون شرطية في الطريق، لازم تكون عندك الهيكس في شوفك. قدمنا الدرس اليوم حول السلامة المرورية في مدرسة لوصيف مباركة، ونقدم هذا الدرس لتعليم أطفال الصغار ما مدى أهمية إشارات المرور والوقاية من حوادث المرور عند قطع الطريق والذهاب إلى المدرسة. عندما أريد أن أعبر الطريق أنتظر حتى يشتعل الضوء الأحمر وأمر في ممر الراجلين. لا أعبر الطريق إلا في ممر الراجلين، وهذا من أجل سلامتنا.